السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعضاء قناة وصفات من الآخر البنات. اللي ما اشتركش في القناة فضلا يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي هنقدمها الفترة الجاية إن شاء الله. قناتنا بنتكلم عن علوم الطاقة، تفسير سلوكياتنا ومعتقداتنا وأفكارنا ومشاعرنا من منظور علوم الطاقة. هدفي من القناة أشحنكم بكل الطاقات الإيجابية، أخلصكم من أي طاقات سلبية داخلية بتشعروا بيها بتأثر على يومكم وبتأثر على مجالكم الطاقي. النهاردة هنتكلم عن التفكير المستمر في شخص معين وإزاي نستدل بعلامات بسيطة، علامات في غاية الوضوح أمامنا تعرفنا إن الشخص بيفكر فينا. أول شيء عايزاكم تعرفوه في البداية قبل ما أشرح وأوضح هذه العلامات، إن شعور الحب اللي بتحسوه تجاه الأشخاص هو عبارة عن طاقة، وطالما ان شعور الحب طاقة اذا فهي محملة بشحنات لازم بتشعروا بيها انتم الاتنين، بتشعروا بيها اثناء الانجذاب الطاقي ما بينكم. اي مشاعر بتكون داخل روح الإنسان بيشعر بيها بتكون عبارة عن طاقة. مشاعر الحزن عبارة عن طاقة، مشاعر الفرح عبارة عن طاقة، مشاعر الاكتئاب والتوتر والقلق برضو لها مجال طاقي. أي مشاعر بتشعروا بيها لها مجال طاقي. إمتى بيتفاعل هذا المجال؟ لما بتوصله شحنات بتأثر عليه فتقوم المشاعر دي تظهر. يعني انت شفت شيء او حصل حدث شعرك او اشعرك بالسعادة، هنا انت مشاعر الفرح عندك هنا بتكون متفاعلة جدا جدا وانت جسمك المادي بيشعر بالفرح. طيب في حدث محزن حصل، فهنا مشاعر الحزن داخلك داخل روحك وداخل جسدك عبارة عن طاقة، هنا برضو بتتفاعل مع الحدث المحزن وهنا انت بتشعر بالحزن. كل المشاعر موجودة داخلنا، لكن امتى بتظهر؟ لما بيحصل شيء يأثر عليها تتفاعل معه يخليها تظهر. استحالة كده هتلاقي نفسك فرحان من غير شيء، لازم في شيء بيفرحك. استحالة هتحس بالحزن من غير اي شيء، لا في شيء حصل حتى لو انت مش شعر بيه. في ناس بتبقى متوترة ومكتئبة كده ومش عارفة هي مكتئبة ليه، اكيد في حاجة حصلت اشعرتها بهذا التوتر وهذا الاكتئاب حتى لو مش ظاهرة قدامها، لكن بيبقى تفكير خارجي او في حد بيفكر فيها بطريقة سلبية فبتوصلها هذه المشاعر بتأثر عليها، بيحصل لها حالة من التوتر والقلق والارتباك كده هي مش عارفة في ايه، لكن حاسة نفسها مخنوقة، حاسة نفسها متضايقة. اللي عايزاكم تعرفوه ان المشاعر موجودة داخلنا. امتى المشاعر دي بتظهر؟ لما بيحصل شيء او بتوصلها شحنات بتأثر عليها. والشحنات دي بتوصلها منين؟ هتوصلها منين؟ بتوصلها من الاشخاص او من الاحداث. كل شيء في الكون هو عبارة عن طاقة، الاحداث عبارة عن طاقة، الاشخاص عبارة عن طاقة، الاماكن، الجماد، كل شيء في الكون ليه طاقة بتأثر على الإنسان والإنسان برضو بيأثر عليه. ممكن الإنسان يأثر على مكان يديله طابع من السلبية، يعني بمجرد كده انت بتبقى شغال في مكان وشخص معين يدخل عليك تحس ان انت اصلا مش متضايق من الشخص، متضايق من المكان، حصل فيه خنقة في المكان مع انك انت كنت بتشعر بالارتياح في هذا المكان. يبقى نتأكد ونتيقن ان كل شيء هو عبارة عن طاقة، الكون كله عبارة عن طاقات، احنا عبارة عن جهاز استشعار بنلتقط كده هذه الطاقات وبنترجمها داخلنا. مشاعرنا الموجودة هي اللي بتتفاعل معاها. طيب دلوقتي هنشوف العلامات اللي لما تحس بيها وتستشعرها، ركزوا في الكلمة دي، وتستشعرها داخلك تعرف
ان في شخص قاعد بيفكر فيك، في شخص بيتخاطر معاك، في شخص بيرسل لك افكار وبيرسل لك ترددات وبيرسل لك مشاعر. اول حاجة ان الشخص على طول على طول موجود في خيالك وفي بالك، على طول عالق في تفكيرك، مش قادر تتخطى ان انت تبطل تفكير في هذا الشخص. دي اقوى علامة، مهما سمعت من علامات دي اقوى علامة ان انت ما انتش قادر. الشخص على طول اوتوماتيك كده بتردد في عقلك على طول على طول غصب عنك. دي من اقوى العلامات اللي لما تحسها تأكد ان في شخص بيفكر فيك. طيب هو ممكن يفكر فيها من غير مشاعر، او ممكن يفكر فيك من غير مشاعر. امتى تعرف ان هو بيحبك بقى؟ لما تلاقي هذا التفكير مصحوب بطاقة حب، بطاقة اشتياق لهذا الشخص. اعرف ان الشخص هنا بيفكر فيك وبيحبك. ممكن انت تفكر في شخص، تفتكر شخص، لكن مش بتكن له مشاعر، عادي بيوصل له هذا التفكير. لكن لو التفكير ده بيوصلك مصحوب بمشاعر، اعرف هنا طاقة، في طاقة حب. لما طاقة الحب بتوصلك انت هنا بيحصل لك انجذاب. لو مجالك الطاقي متوافق معه، لو حسيت بالحب اعرف ان هو كمان حاسس بالحب. لو خطر على تفكيرك وانت ما شعرتش باي مشاعر حب، اعرف ان الشخص الاخر بيفكر فيك بطريقة عادية وما فيش انجذاب طاقي ما بينكم. لكن لو بتفكر فيه وفي مشاعر حب، حسيت بمشاعر الحب القوية، وخصوصا لو ان هذا الشخص عادي كان بالنسبة لك عادي قبل كده وفجأة حسيت بمشاعر الحب تجاهه، كنت بتفتكره عادي بيخطر في بالك اوقات كتير لكن ما بتحسش تجاهه باي مشاعر حب، وفجأة حسيت بهذه المشاعر وتفكير مستمر وقوي جدا جدا، تأكد ان في انجذاب قوي جدا 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 بينك وبين الطرف الاخر. انا قلت العلامة دي في حلقات كتير جدا جدا، لكن اللي انا عايزة اوضحه ان لما طاقة التفكير بتوصل لك من الطرف الاخر مصحوبة بمشاعر، هنا هنا لما بتوصل لمجالك الطاقي لو ما بينكم توافق، هنا هتلاقي نفسك شعرت فعلا بالحب. طب ايه علاقته بالتعلق؟ في ناس هتسألني سؤال، طب انا ممكن اكون متعلق بالطرف الاخر، ممكن هو يكون حب من طرف واحد. اللي انا عايزة اقوله لك ان مشاعر الحب مشاعر مزدوجة ما بتجيش فردية. طالما شعرت بالحب تأكد ان الطرف الاخر شعر بالحب. طب ايه حكاية ان في شخص انا بحب شخص وشخص نافر مني ومش بيحبني؟ هنا ما بيبقاش ما بينكم توافق طاقي ولا انجذاب طاقي، وتأكد ان الشخص بيفكر فيك تفكير عادي جدا جدا جدا، وانت برضو هتلاقي نفسك بتفكر فيه بطريقة عادية. حتى لو شعرت بالحب ممكن يبقى انجذاب اولي وبعد كده هتلاقي نفسك نسيته بسهولة جدا جدا. لكن طول ما انت حاسس ان انت بتحب هذا الشخص بصورة قوية، وهذا الشعور من الحب والاشتياق مش قادر تخرجه من جواك، تأكد ان في تواصل روحي وتواصل طاقي وانجذاب روحي قوي جدا جدا بينك وبين الطرف الاخر. دي من اهم واقوى العلامات الطاقية. وجب عليك هنا ان التوازن الطاقي، ما نتعلقش زي ما قلت، ما نتعلقش، نشعر بمشاعر الحب لكن نعيش يومنا عادي جدا جدا جدا، ونحط احتمالات للفقد زي ما قلت، نضع احتمالات ان احنا ممكن نفقد هذا الشخص، ان احنا ممكن نتخلى عن هذا الشخص، ان ممكن هذا الشخص يسيبنا، ان ممكن هذا الانجذاب يختفي.